معظم وسائل الإعلام في حالة تعتيم رافضة تغطية هذه الاحتجاجات. تقوم الشاحنات بتفريغ النفايات والتربة قرب المكاتب الحكومية والشركات التابعة للدولة الفرنسية. يتم قطع الطرقات الرئيسية عن طريق إشعال الألواح الخشبية. الوضع في فرنسا لا يهدأ بل يسير نحو المجهول. لم يعد الشعب الفرنسي يريد الحوار بل يريد طرد ماكرون أو القبض عليه. خوف كبير في أوروبا من أن تنتشر حمى الاحتجاجات في باقي العواصم الأوروبية، والأمر مسألة وقت ما دامت الحرب الأوكرانية مستمرة. وما دامت دول أوروبا تساعد أوكرانيا فإن الشعوب ستسعى لإيقاف ذلك عن طريق الاحتجاجات. وهناك سيناريو آخر، وهو أن تنتقل الحرب لأوروبا، وبالتالي فإن القارة العجوز لن تصمد كثيرا في القريب العاجل. إما حرب مع روسيا وإما احتجاجات داخلية مزلزلة تماما كما يحدث في فرنسا. هذه سنة الحياة، لكل بداية نهاية، ونهاية أوروبا اقتربت. ولا ننسى أن أوروبا بنيت على نهب المستعمرات وسرقة خيرات البلدان وإثارة الحروب وإبادة السكان الأصليين للمناطق التي احتلوها. أوروبا بنيت بعرق العبيد الذين تم جلبهم من إفريقيا والقارة الأمريكية، وبالمواد الخام التي سرقت من هذه البلدان. فلا يمكن لشيء بني على باطل أن يستمر، ولا بد أن تعود أوروبا لعصر الظلمات.